سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاني مع ناني. في العالم كاين 8 مليار ديال البشر، كاين تقريبا 3 مليار ديال الرجال. الرجال تقريبا غادي يغبروا في سنة 2096. مهم، ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. كاين أكثر من 30 مليون قناة تلفزية في العالم كامل. القنوات التلفزية كل وحدة وشنو كدير، وكل قناة والدليغ ديالها. طبيعة الحال كاينين بزاف ديال القنوات التلفزيه. قنوات التلفزيه كيديروا الافلام، والافلام لعلك ترضى. كاين مثلا الافلام ديال اكسيون. This is the CIA's mission. You use a scalpel. I prefer a hammer. Need to reconsider that. بون، افلام ديال اكسيون فيهم وفيهم. حتى حنا في المغرب عندنا الافلام ديال اكسيون. سا ديبو انت يا انايا، والله الا خوك الا بيوتي في بالله، زعما الا كنتو كتصوروا شي فيلم ديال جيمس بوند، انت راه ممثل واعر. الباترون ديالي سولو كاع، عرفتي خوك البوكس، عرفتي اللي بغيتي، الغناء، الجرا، اللي بغيتي خوك بخير كاع. جربنا معلم. ما كنعملو شاي، ما كنعملو شاي، السليمة ما تنمثلوش، هادي راه المنظمة اللي عند الكبار، المنظمة وأنا ديالها، فهمتي؟ دابا غير إما وإما. وكاينين أفلام رومانسية، أفلام رومانسية في المغرب واعرين. حبيبة أنت هي الوردة اللي كتضوي لي حياتي، فاش كيتقطع لي الضو في الدرب كنجبد التصويرة ديالك وكتضوي لي الدرب كامل. وتنوض لي ولكن شفت تعيد في حياتي عمري ما شفت بحال الافلام الهنديه. وانا ريس كيديروا الكذوب، البطل معايا ما يتقاد لي قرطاس، ما يسخف، ما يموت لي عاود. موهباتي كبالي هي زندقي بلا هاي ددي وتالا على قبيقلي هي. خليكم تشوفوا. لا هو صراحة مشاو بعيد، مشاو بعيد بزاف، ما يمكنش تكتب لينا في وجهنا اصاحبي، شنا عند الشيطان. مخرج قال لك ساري معناني. كاينين ايضا بعض انواع البرامج اللي كيسميهم توك شو. شو هاد البرامج كيدوي في كل شيء وما كيدوي في والو، كيهضروا في جميع المواضيع اللي كاينين في العالم كامل. اطلقينا كيدوي في الزيت ديال الفنان ديال الفلبين، علاش ما دخلتش مع التسعود ديال الصباح؟ كتلقى عنده طابلة، كاس ديال الماء وميكرو، بلاطو كامل طالع لي 120 درهم. واحد النهار مريح كنتفرج ما بيام عليا، بان لي واحد بتي انفون عنده 12 عام داير برنامج حتى هو. برك عليهم يا شباب، انتو لعبتو قعدوا في القهاوي، ما تروحوا تشتغلوا، بلدنا حلوه. ناس شباب معرض ان هو يموت كل لحظه والتانيه، وشباب تاني قاعد على القهاوي وماسك الموبايلات. مشكلتنا الحقيقيه ان احنا لو حد سال مصري عن نفسه هيقول له ايه؟ احنا حضاره 7000 سنه، احنا الفراعنه. وانا قدو دارنا ما كنتش نعرف حتى فين جات، عطى الحابه وزدي سير صاحبي غدا عندك تمارين منزليه، دير لك قولتي، خرج لي ديفوار ديالك، ماماك تنعس بكري، اشرب شاي بلبن، مالك اصاحبي. واه نصحنا اصاحبي، شو مالك؟ مشكلتنا احنا معتمدين على سمعه الفراعنه، احنا تقريبا من ساعه الفراعنه احنا توقفنا عن
توقفنا عن الإبداع والابتكار، معتمدين بشكل كامل على الفراعنة وسمعتهم. مري عمتني كنت فرد التلفازان والخطيبة ديالي، المهم الخطيبة ديالي ناسية، أنا كنت خطيبات الأصلية اللي مازال ما درنا والو. ما علينا، بغيت تبان لي واحد خيتي، كتقول لهم أي راجل دخل حياتك اعملي ليه ابلق 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 ابلق. أختي باغي تدير نصداع ولا شنو؟ واش زعما أنت عندك شي قلب ولا شنو؟ باغي تدير نصداع مع السيدة زعما بغا نتزوجوا بها شنو زعما؟ في حاجة اسمها بلوك، عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستغرام، بلوك 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 عسل، بلوك بلوك. لذلك انا قررت باش ندير برنامج ديال الراجل وغادي ندافع على حقوق ديال الراجل. يلا تهضرش معنا السيد تقول يلا تا مسطول مالك تهضرش معنا الله يعاملك الوالدين مزيان تهضرش معنا الله يعاملك الوالدين تقول يلا او او انت يا راجل ايوا انت اللي بتشوفني دلوقتي اعرف قيمه نفسك يعني عندك 7665 وحده على الواتساب اختار زي ما انت عاوز اللي مش عاوزها اعمل لها بلوك 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 انت يا بتاع العنب يلي هازي الحمل على ظهرك يلي عندك مسؤوليه يلي بتشتغل صبح وليل زيك زي الست انت عندك حمل تقيل على ظهرك المره بتهزي الحمل في كرشها زعما في حال في حال جوج حالين ما هادشي ديال التلفازات مابقيناش تنقراو بزاف على لا باغودي ديال اليوم غادي نديرو اوماج للكتوبه شكون فينا ما تعقلش على الغومون ديال الخبز الحافي وشكون فينا ما قراش في الغومون ديال بلانيت ديسانج نخليكم تشوفوا لا باغودي Je n'en veux pas, donnez-moi ces tagines, j'en ferai quoi? Donnez-moi ces villas, ça c'est bien, j'ai redemain ton mobile, c'est très bien, Oumra Jamila, c'est très très bien. Je veux que tu oublies roman, bouquin, livre, je veux. Pour l'avenir, ce n'est pas votre argent qui me ferait rire. Je me rappelle du roman Khobz El Hafi. Je rappelle Planète des Singes ou sa vie. Avec comme Kraou, elle chique à ma café. Ha 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 ha. هكذا تكون وصلنا الحلقة ديال اليوم نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامجكم فاني مع ناني